مشاهدينا في كل مكان تحية ولود الاحترام، صباحكم خير وبركة. سبت أخضر عليكم حلقة جديدة من صباح الشروق، محطات وفقرات منوعة نتمنى أن تنال الرضا والاستحسان. في مثل هذا اليوم مشاهدينا يحتفي العالم أجمع باليوم العالمي لأصحاب الهمم. الاحتفاء بهذا اليوم هو تأكيد لقضاياهم ولهمومهم ولاهتمام المجتمع ولإدراجهم كمان في كثير من المجالات. إذن هي دعوة صباحية لكل القائمين على أمر هذه الدولة في مجالات متعددة أن يولوا أصحاب الهمم أهمية كبيرة في مجالات متنوعة حتى أنه يجدوا حقهم ونصيبهم. إذن هي تحية صباحية ندية لأصحاب الهمم بمجالاتهم وبإبداعهم الممتد في نماحين على وجه البسيطة. محطات صباحية منوعة نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم. مشاهدينا نرسم صورة الشروق الصباحية من خلال هذا اللحن، من ثم نعود لنفصل أكثر مشاهدينا. بسمة تحرق في الحشا والخطوة نسمة وشوشا، املك جميلة ومدهشة، اشوق معاي عد السنة، اشوق معاي كم سنة. اشوق معاي عد السنه.